السلام عليكم. حاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح 825 صفحه 132 من كتاب المفيد ثالثه اعدادي. دونك قالوا لنا ارسم مثلثا اب بي سي قائم الزاويه في السي بحيث السي 4 سنتيم والسي بي 3. نمشيو نرسموا واحد الضلع في مثلا باش ما نمشيوش مع السطوره. شوف نرسم واحد الضلع فيه 3 سنتيم او لا 4 صافي. ها هو الضلع هو هذا. اوكي مثلا هذه هي النقطه سي شكون لي فيها 4 سي ا هذا فيه 4 سنتيم. من بعد غنجيبو زاويه قائمه وغنديرو مثلث قائم الزاوية صافي. من بعد غنحسبو 3 سنتيم. دونك أنا كنحسب من واحد حتى ل صافي. وحنا رسمنا مثلث قائم الزاوية هذه هي النقطة ب. هنا عندنا 3 وهنا 4. السؤال هنا زاوية قائمة. السؤال هو احسب اب صافي. حنا شنو عندنا؟ بما ان اب سي مثلث قائم الزاوية اب سي مثلث قائم الزاوية في ا فانه حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة الوتر ا ب اس اثنان غيساوي ب س ولا س ب اس اثنان زائد س ا اس اثنان. س ب هي 3 اس جوج زائد 4 اس جوج 9 زائد 16 لي هي 25. إذن ومنه أب تساوي جذر مربع 25 لي هي 5. أوكي ونهاية حل التمرين.